مين المهاجم اللي بالنسبه لك مثل اعلى في مصر؟ وحاليا هو يعني ممكن اقول لك قبل كده، ما هو قبل كده ما طبعا قبل كده مثل اعلى يبقى قبل كده. يعني كلهم بصراحه فراوده محترمين، كنت بتعلم منهم كابتن عمرو زكي وكابتن عماد متعب وكابتن جدان وكابتن ميدو والكباتن دي كلها، كان كباتن يعني خشين يعني لما بيبقى في منتخب مصر بيبقى بصراحه كابتن حسن كان بيحتار يلعب مين فيهم. صح، بس قول لي لو هتختار واحد بس منهم كان نفسك تلعب جنبه. والله هم كلهم بصراحة. كلهم طبعا مفيش خلاف، بس انا بحب يعني طريقه كابتن عمرو زكي شويه. هو كابتن عمرو يعني مختلف عنهم شويه في حاجه، اللي هو ما شاء الله قوه ومهاجم يعني قوه وهيدرز كويس والكلام ده كله، لكن كل واحد طبعا فيهم ليه ميزه. كابتن عماد متعب طبعا في ال 18 يعني، وكابتن زيدان كان حريف، كابتن ميدو برضو نفس الكلام، كل واحد يعني من الشريق التالف لعب. صح صح، كل واحد كلهم في روضه محترمه وانا بحبهم كلهم، بس الكابتن عمرو زكي شويه، عشان انا يعني ناس كتير بتقول لي انت فيك يعني شبه كابتن عمرو، وانا بحب طريقه لعبه شويه عشان هو لعبه زي ما حضرتك عارف التحامات والكلام ده كله، فانا بحب لعبه شويه. في لعيبه يا احمد بتقول لك ايه، انه انا مش عايز احترف دلوقتي عشان انا لسه مش قادر احس باجواء الاحتراف، وبتسمع دايما الجمله دي من واحنا صغيرين، يقول لك ايه اصل اللعيب ما قدرش يعيش مع اجواء الاحتراف. هل انت حاسس ان انت دلوقتي جاهز انك تطلع في اوروبا عادي وتلعب في اوروبا عادي؟ والله هو كل واحد وطموحاته، يعني في ناس تقول لك لا انا 27 سنه، يعني 27 سنه مش كبير، الناس بتشوف اللي هو 27 سنه خلاص ده كده كبير، ده في ناس بتلعب وبيتشاف بعد ال 30. صح، 30 سنة بتلاقيه نجوميته وبيلعب في فرقة كبيرة و... صح، احترف هنا وهنا، يعني مش شرط السن، شرط ان انت تبقى بتشوف امكانياتك وبتشوف نفسك فين وتقدر وطموحاتك دي اللي تقدر تفرق اللعيب من لعيب للعيب. في ناس بتبقى راضية باللي هي فيها، انا كويس كده في انبي، كويس في سين، كويس في كذا، ان انا ابقى هنا خلاص كده كفاية. لا، في انا شايف ان انا لو احترفت ان شاء الله اقدر ان شاء الله حاجه، يعني الاحتراف يعني بيفرق مع اي حد، وكمان بيبقى ليك حاجه معينه، ليك سيستم معين، كل حاجه بره طبعا مختلفه غير مصر هون. عارف يا احمد، انا عجبني الحوار معاك فبكمل معاك. عارف لما بنشوف محمد صلاح واللي بيعمله في ملاعب اوروبا، نقعد كل شويه نقول ايه مين اللي بعد محمد صلاح، مين اللي هيجي بعد محمد صلاح. حبيبي يا كابتن والله انت شخص محترم، وانا والله بحبك بعيد عن اي حاجه، يا رب يخليك وطبعك دايما الله يا رب يخليك يا رب يخليك. طب انت مين مهاجم بره بتحبه اكتر حد، يعني تحب تتفرج عليه؟ انا بحب بره مثلا هالاند طبعا. بحب الفراوده اللي انت فاهم، اللي هو الطول زي كده، اللي هو قوي، الكلام ده كله مين اللي هو مين نادي في اوروبا حتى لو على سبيل الحلم، يعني تقول والله انا احلم ان انا العب مع النادي ده؟ والله انا بحب طبعا ليفر والسيتي والريال. عايز تلعب مع كل دول؟ لا انا بحبهم، انا بحبهم لا انا بقول لك على سبيل الحلم، لو حتى الواحد بيتمنى في شغله حتى يتمنى يلعب مع نادي. انا طبعا بحب السيتي جدا. السيتي او تقعد هالاند تروح تلعب مع السيتي وتقعد هالاند تلعب جنب احمد امين اوف، انا بشكرك شكرا جزيلا، مهاجم فريق انبي، واحد من افضل مهاجمي الدوري المصري، واحد من افضل لاعبي الدوري المصري بصراحه هذا الموسم بشكل عام، ومن اكتر اللعيبه اللي الكلام عليها كتير جدا دايما في سوق الانتقالات، اهلي وزمالك وبيراميدز واحتراف وكثير من الامور دي، كانت مداخله مهمه جدا وضح فيها كثير من الامور.